السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعين الكرام في أهم أخبار الجزائر اليوم. في تطورات خطيرة جدا تحصل الآن في الحرب الروسية الأوكرانية، متابعين الكرام، الولايات المتحدة الأمريكية والناتو يدرسون قرار السماح بتزويد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى. يعني روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع في وقت سابق خطوط حمراء للغرب من قبل تتمثل في عدم قبول روسيا لأمريكا والناتو بتزويد أوكرانيا بالطائرات الحربية المقاتلة من طراز F-16. وتجاهل الغرب هذه التحذيرات الروسية النووية، وقاموا مؤخرا بتزويد أوكرانيا بالطائرات الأمريكية من طراز F-16. الآن هم يحاولون كسر الخط الأحمر الروسي من جديد وتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. تعرفون ماذا يعني هذا مشاهدينا؟ يعني أن أوكرانيا سيكون بمقدورها ضرب العمق الروسي حتى العاصمة موسكو وقصر بوتين إذا تحصلت أوكرانيا على هذا السلاح الفتاك. روسيا ترد وتهدد، تقول إذا قامت أمريكا والغرب بتزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ فإنها روسيا ستسلح اليمنيين الحوثيين من أجل قصف إسرائيل ومن أجل قصف السفن الأمريكية بصواريخ فرط صوتية. يعني هذه الصواريخ الفرط صوتية يصعب جدا اعتراضها لأن لديها سرعة تفوق سرعة الصوت، وأيضا ستستهدف الطائرات التجسس الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. يعني تصعيد خطير جدا يشهده العالم الآن، فكيف ستسير الأمور؟ هذا ما سنعرفه متابعين الكرام بعد قليل فيما يخص بآخر التطورات والأحداث هنالك في العالم. أيضا عمار بن جامع الممثل الجزائري ومندوب الجزائر في مجلس الأمن يقلب الطاولة على الجميع في مجلس الأمن ويخرج بتصريحات قادمة من رسالة تبون للعالم، مفادها أن جميعكم كدول الآن تقفون مكتوفي الأيدي في هذه القاعة صامتون عن ما يحدث من انتهاكات في غزة وتدعون الإنسانية وتتغمدون بها، ولكن ظهر وجهكم الحقيقي طيل هذه السنوات الماضية. كنتم فقط تبحثون عن مصالحكم ولم تهتموا أبدا بالجانب الإنساني. وبعد قليل متابعين الكرام سنشاهد مع بعض بالفيديو ما يقوله عمار بن جامع البطل الجزائري الذي يدافع عن المظلومين حول العالم. وبالمناسبة الجزائر تدفع الثمن باهظا جدا جراء دفاعها عن غزة، وكما شاهدنا قبل أيام من الآن حيث فرضت عقوبات على المنتوج المرجان الجزائري عالميا من قبل الدول الأوروبية وخاصة فرنسا. يعني هذا داخل في مخطط عزل الجزائر، وسنتحدث في فيديوهات قادمة متابعين عن هذا المخطط الخبيث الذي يستهدف الجزائر. أخيرا وفي الأخبار، الأوضاع تخرج عن السيطرة في الجارة الغربية المروك، الشعب على آخره وغاضب جدا، وخاصة أن هنالك فيديوهات لنساء يخرجون في فيديوهات يعني تتعجب. في سابق الأيام كنا نشاهد رجال يهجرون من البلد، الآن نحن نشاهد بنات وأطفال قصر يعني لهذه الدرجة يتضمرون من المعيشة في المغرب. يعني لهذه الدرجة أصبحت الأمور سيئة والمعيشة أصبحت لا تطاق في المهلكة المخزنية. فكانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يومنا هذا. قبل أن نذهب للتفاصيل من فضلكم أعزائي المشاهدين لا تنسوا الاشتراك بقوة في هذه القناة، فنحاول إيصال القناة ل400,000 مشترك في أسرع وقت ممكن. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. كما ترون أعزائي المشاهدين هذا الفيديو يظهر نساء يعني غاضبون بشكل كبير ويريدون الهجرة إلى إسبانيا بعد فقدانهم الأمل في العيش في بلادهم. يقولون بأن إسبانيا في المعيشة هناك أفضل بكثير من المعيشة هنا في المغرب. مغربية من أمام باب سبتة تقول أريد الموت في إسبانيا. مسلسل الهروب المغربي الكبير من المهلكة المغربية ما زال مستمر، كما ستشاهدون وتسمعون ما ستقوله المواطنة المغربية في هذا الفيديو. تنموت في هذه البلاد من الاخر سالين، انا اللي دريجي باغا نريسكي هنايا خويا، يومين دابا بقى مشوت ما كاين والو، ما كاين والو بزاف. انا يو كنجيو ما كاين صافي، كنتعذبوا في هذا البلاد وكانوا عندنا حقوق ما غنمشيوش حنا نلوحوا راسنا في الفلوس. السبب الحقيقي اللي خلاك تحرقي اليوم بزاف هاد البلاد؟ ما بقيناش باغيين نعيشوا، باغي تعيشوا في هاد البلاد؟ باغي تعيشوا في هاد البلاد؟
انا ودوي ما بغيتش نعيش في هذا البلاد. سالين انت واحد ما باغي يعيش في هذا البلاد. انا من قاطر درب سلطان انا درب كبير. ايضا متابعين الكرام دائما فيما يخص بالكوارث والفضائح التي تحدث هناك، حيث يخرج الالاف من الشباب في محاولة الهجرة نحو اسبانيا. الاوضاع خرجت عن السيطرة عند المخابرات المغربية، واستمرار التمرد الشعبي في شمال المغرب، ولأول مرة مغاربة يطالبون بإسقاط النظام الملكي وإعلان بلاد الجمهورية. يعني الآن متابعين الكرام هم لا يريدون مملكة، يريدون جمهورية مثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يبدو أن الأمور مرشحة للتصعيد مع دعوات للتظاهر في جمعة إسقاط حكم العائلة التي جثمت على صدور المغاربة. لأريكم متابعين الكرام هنالك شاب مغربي شجاع يخرج بتصريحات قوية جدا، ويتهم فيها النظام المخزني بالفساد وأنه السبب الحقيقي وراء معاناة الشباب من الفقر والتهميش. أعزائي المشاهدين، يقول قهرونا، الشباب المغربي يكسر حاجز الخوف ويهاجم علنا نظام المخزن المغربي كما تشاهدون في هذا الفيديو. والله العظيم مسؤول أخويا هو الدولة، لا ما نبقاو نغطيو اخويا الشمس بغربال، ما نغطيو الشمس بالغربال. المسؤول اخويا هما دوك الناس، راه قهرونا اخويا وحق الرب العظيم اللي شحشوهم، راه عيينا والله شعيينا قسما بالله. دوك ما باش لهيبه بريس اخويا ما نجيش نوقف، راه كنحتارمو هذا المنبر اخويا. نتمناو اخويا انتم ديروا مجهود تسولوا دوك الناس، تقول لهم اخويا الشباب هادو عارهم على من، واش ما غاتحاسبوش علينا؟ راه حنا راعية ديالكم، راه انتم ما غاتحوسوا، ما باغيين والو، ما يكذب عليك الكذاب، راه ما باغيين والو اخويا، راه باغيين ها وظيفه البنادم يخدم فيها وبلاصه فين يسكن. هذا هو شوف الحلم ديال اي واحد هنايا ونتحداك كنعرف فيه حتى واحد غتسولو شوف توفر لي خدمه ونقول حنا ب 4000 درهم والله يا خويا ما يهرب من هاد البلاد. يلا والله ترى بلادنا زوينه، ترى ماشي ما كنحملوش المغرب، ترى المغرب اصاحبي راه كبرنا فيه، راه بلادنا هادي اخويا، راه الناس اللي شادين المناصب راه قهرونا. ايضا متابعين الكرام لاريكم يعطيكم نظره عن سبب غضب الشعب المغربي. هذه بعض من الثروه الكبيره التي صنعها محمد السادس طيله السنوات الماضيه عن طريق قهره للشعب ونهب ثرواتهم. ثروة أمير المؤمنين محمد السادس تقدر بالمليارات، وشعبه يؤن من الجوع. شاهد ثروته وقصوره وممتلكاته في هذا التقرير أعزائي المشاهدين. Présentation de la famille. Le roi Mohamed VI. Forbes, un magazine économique publié aux États-Unis, a classé le roi Mohamed VI du Maroc comme le cinquième monarque le plus riche du monde. Les rois qui sont plus riches que lui se comptent sur les doigts d'une main. Il est dit dans diverses sources d'information que la famille possède 12 palais dans différentes parties du monde qui sont dotés de personnel et entretenus rigoureusement pour garantir une température constante de 17 degrés. La résidence officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc et de sa famille est le palais Dar El Makzen, également appelé palais royal. Ce palais est situé à Fès et sert de résidence officielle au roi et à sa famille. La famille royale possède également un palais à Rabat et à Marrakech. Le roi a également fait beaucoup parler de lui en achetant un palais aux États-Unis. Le prix estimé de la construction du palais aux États-Unis était de l'ordre de 500 millions d'euros. Beaucoup de palais signifient beaucoup de places de parking. Le monarque marocain possède de nombreux véhicules coûteux, dont une Maybach, des Ferrari, des Aston Martin et bien d'autres. Le roi est propriétaire d'un parc automobile de plus de 600 véhicules, dont la valeur est estimée à environ 400 millions d'euros. أما في خبر آخر متابعين الكرام هنالك فيديو نعتذر على هذا الفيديو. الحاخام الأمريكي شاموري بوتيج ينشر مقطع فيديو لنفسه وهو يبحث عن مأوى في فندق في تل أبيب بعد الهجمات الصاروخية المتواصلة كما تشاهدون في هذا الفيديو. الآن متابعين الكرام دعونا نتكلم قليلا عن آخر التطورات التي تشهدها المنطقة في الشرق الأوسط، بحيث أن هنالك اليمن أولى الحوثيين نجحوا في استهداف العاصمة الصهيونية تل أبيب بصاروخ طويل المدى يبلغ 2000 كيلومتر كما تشاهدون في هذه الخريطة. وهذا الصاروخ تجاوز الدفاعات ثلاث سفن، هما سفينتان أمريكيتان وسفينة فرنسية، فقام بتجاوز دفاعات الجوية لهذه السفن ووصل إلى هدفه في دولة الاحتلال الصهيوني. هنالك جنرال روسي يقول إذا كان بإمكان الناتو تزويد أعداء روسيا بالصواريخ فإن روسيا يمكنها بالتأكيد تزويد أعداء الناتو بالصواريخ، في إشارة إلى أن روسيا قد تلجأ إلى تزويد اليمن بالصواريخ بعيدة المدى والصواريخ الفرط الصوتية. الحوثيون قدموا حاليا مثالا عمليا لكيفية عمل اللعبة، وهو ما ينبغي أن يثير كوابيس واشنطن ولندن وبروكسل
في المستقبل غير المحدد. أما في خبر آخر متابعين الكرام في مرافعات وخرجات مندوب الجزائر في مجلس الأمن، الجزائر تدعو إلى تحرك دولي سريع لمنع تفاقم الوضع الإنساني الصعب في غزة، كما ستشاهدون ما سيقوله مندوب الجزائر في مجلس الأمن عبر هذا الفيديو. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. بداية يجب علي أن أتناول مسألة جد خطيرة. فإننا مؤخرا قد فقدنا 6 من الموظفين بالأنروا في الهجمات الإسرائيلية، فإن هذه ليست مسألة فقط يجب أن ندينها، بل هي تذكرنا بشكل صارخ بالتآكل الخطير للمعايير الدولية التي لا طالما سعينا لإرسائها. هذه الحادثة إضافة إلى الهجمات على الأفراد العاملين في الحقل الإنساني الآخرين، بما في ذلك القافلة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، هذه هي خنجر في صميم مبادئ القانون الإنساني الدولي. نحن الآن نقف عند منعطف خطير، كما أوضح السيد لزاريني المفوض العام للأنروا بشكل كله حكمة، كلما طال أمد الإفلات من العقاب رأينا وأن القانون الإنساني الدولي واتفاقات جنيف ستصبح غير ذات أهمية ولا يكترث لها. هذا مسار لا يمكن لنا تحمل تكلفة السير عليه. السيد الرئيس، نشكر السيدة سيكريت كاغ والسيد وكيل من العام موريرا دي سيلفا. أما في خبر آخر متابعين الكرام، ذلك الشباب الجزائري يبدع في التطور التكنولوجي. المعرض الدولي لقوارب النزهة بباريس الجزائر، الجزائر الآن تقوم بتصنيع محركات القوارب في المعرض الفرنسي في باريس تحديدا متابعين الكرام، كما ستشاهدون في هذا الفيديو. فوالا راه نخدمو في البيرو تاعنا قبل العديل. أما في خبر آخر متابعين الكرام، وكما تشاهدون في هذا الفيديو، يعني هذا الفيديو في غاية الغرابة، عين نشاهد رجل شرطة يعتقل طفل صغير جدا وطفل قاصر، فما قصة هذا الشرطي الذي يعتقل هذا الطفل؟ في الحقيقة متابعين الكرام قصة غريبة جدا. اليوم في فلوريدا تم اعتقال طفل اسمه كارل كينغستون دوريلي وعمره 11 سنة بسبب وجود كمية مرعبة من الأسلحة معه وحاط قائمة الأشخاص ناوي يقتلهم بالمدرسة. الطفل هذا استعرض ترسانته من الأسلحة أمام زملائه في المدرسة، وثم هدد بعض الطلاب بالعنف. بعد اعتقاله تم توجيه تهمة جناية بسبب تهديد مكتوب بتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي في المدرسة. هنا بالمقطع لحظة اعتقاله بعدها، وبعدها ستشاهدون كمية الأسلحة اللي معه ومجمعها في هذا الفيديو. يعني بالفعل متابعين الكرام انتشرت بشكل كبير ظاهرة الهجوم التلاميذ في المدرسة بواسطة الأسلحة على زملائهم ومدرسيهم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بعض من النموذج لخروج السيطرة للأطفال والتلاميذ هناك باستخدامهم للأسلحة والعنف داخل المدارس، كما تشاهدون متابعين الكرام في هذا الفيديو. All right, sir. Careful as you can. You're gonna be walking over here to this the gate over here. All right. Slow and steady. What you here for today? Put that foot down. Let me get the other foot. All right. Come on in here. Have a seat in the cell. We're gonna gather up some paperwork and get things started for you. Do you have any questions? All right. What we're going to start doing Monday is, since parents, you don't want to raise your kids, I'm going to start raising them. Every time we make an arrest, your kid's photo is going to be put out there. And if I could do it, I'm going to perp walk your kid so that everybody can see what your kid's up to. All right, sir. Careful as you can. تحية للأحرار في كل مكان. أما بعد، في هذه الحلقة سأتحدث عن الجزائر بشكل أساسي. سأركز على الاهتمام الغربي المدهش بالجزائر، كما سأتحدث عما يمكن أن يفعله بوتين أو لا يفعله إزاء العلاقة مع الجزائر وتداعيات ذلك على صعيد العلاقة بين الحليفين القديمين. سأتحدث أيضا عن انتقام أنصار الله بصواريخ فرض صوتي والذعر الذي تسببت فيه أو تسبب فيه هذا الصاروخ، كما سأتحدث عما تناقلته وسائل إعلام غربية عن كشف روسيا لأسرار نووية خطيرة لإيران.
وسأعلق سريعا على دعوة أردوغان لتشكيل حلف سوري مصري تركي أو سعودي حتى. دعونا نبدأ بمكة الثوار. الجزائر الجديدة مصطلح يتكرر يوميا، وهو ينقل المحمول التحولي والنهضوي والرؤيوي للجزائر. هذه فكرة في الواقع أو رؤية. الجزائر الجديدة تختلف جذريا عن الجزائر التاريخية، ولكنها متصلة بوشائج عميقة بالتراث والمبادئ الذي قامت عليه أو نهضت على أساسه الجزائر القديمة. رسخ الرئيس تبون المفهوم وأرسى القواعد، قواعد الجزائر الجديدة. هذه القواعد ذات طابع استراتيجي يفهم المحللون الاستراتيجيون مغزاه، ولربما لم يتبلور المعنى في الشارع. مشروعات التعدين تحتاج لبعض الوقت لكي تؤتي ثمارها قبل أن تتحول إلى إنجازات مرئية يتحدث عنها حتى رجل الشارع. المشاريع الزراعية الكبرى تحتاج لبضعة سنين قبل أن يسيل خيرها وتصبح حديث الناس. المشاريع الاقتصادية المتنوعة، الأعمال الناشئة أيضا تحتاج للوقت. كل هذا يحتاج إلى الوقت. نحن نراه من منظار آخر، نرى الشواهد ونحلل على هذا الأساس ونقدم صورة الجزائر الجديدة الواعدة. جزء يعني من هذه الأشياء طبعا قيد التنفيذ من مشروعات الجزائر الجديدة، والجزء الآخر طبعا الآن ممكن أن نقول أينعت ثماره. بعبارة أخرى، انتهت حقبة تبون المنصرمة، وهي كانت حقبة التجذير للفكرة نفسها، لفكرة الجزائر الجديدة لو جاز التعبير طبعا. والآن بدأت حقبة التجسيد، حقبة حصاد القمح، حقبة جني العوائد من المشروعات التي ستكتمل. في هذه الدورة ستتجسد الرؤى، وفي تقديري سيشعر بها الشارع الجزائري لأنها ستؤثر في حياته اليومية. أبشروا بهذه الأمور، أنا لا يعني لا أبالغ في هذه الأمور. وعلي حال لا يوجد انقطاع بين حقبتي التجذير والتجسيد حتى على مستوى المفاهيم المجردة. هناك علاقة سببية بين التجذير والتجسيد. اطمئنوا أحبتي الجزائريين، لقد برستم البذور وستحصدون الثمار عما قريب. بعضها حتى قد تم حصده. في كل الأحوال يمكننا القول بأن جدول أعمال الرئيس الجزائري بعد إعادة انتخابه سيختلف. في تقديري سيركز الرئيس الجزائري في موضعة الجزائر بلا هوادة، ولا أريد القول بشراسة. ستشهد الجزائر طفرة دبلوماسية غير مسبوقة. ستتخلص الجزائر من الشحوم الزائدة، وستوظف دبلوماسيتها باتجاه خدمة المصالح العليا للجزائر. مراحل التجسيد هي الأخطر، إما أن تكون أو لا تكون. لم تضيع الجزائر ثانية واحدة في المناطق الرمادية. لقد أثبتت الجزائر صلابة مواقفها ومبادئها، وكشفت لآلئ الفرص الاستثمارية، وأوفت بالتزاماتها، وهي الأولى في ميادين شتى، جغرافيا وتاريخا وثراء ومواردا بشرية وطبيعية. لقد أخذ كثيرون أمكنة غير مستحقة. عبثت دويلات تسللت من جدران المنطقة. المنطقة الآن مريضة ولعبت أدوار أكبر منها بعض الدويلات. يقول لي بعض الحاقدين وبعض السذج، لماذا تتحدث عن الجزائر وكأنها دولة عظيمة؟ نعم، أنا يعني أشعر بالرثاء لحالي، وأقول لهؤلاء، وما هي معاييركم في العظمة؟ هل العظماء هم صناع العاهات؟ هل العظيمة هي أمريكا؟ أم دول الخنوع التي تتزين بجيوش ديكورية؟ أم دويلات سخيفة تحمل محافظ مالية وتؤجر من يعني يخلع عليها أوسمة البطولة؟